دعوة للحوار اجت هالمرة من الحكيم قلنا له اهلا وسهلا البيت مفتوح لانه هذا ادراك منا انه ما لازم نترك ولا لحظة يكون فيها حظ للخروج من الأزمة. يعني هي حكاية هذا الحوار انه بدأت وقت اللي الشيخ وديع الخازن اعلن او يعني اشتغل على هذا الخط وانه في رغبة للحكيم تيزورك، بعدين فيما بعد شفنا انه صار في النائب ابراهيم كنعان من قبلك ورئيس جهاز الاعلام والتواصل من قبل القوات ملحم رياشي وصار في اجتماعات ولقاءات والى اخره. هذه كلها تفاصيل، هي كلها تفاصيل، المهم جوهر القضية انه طيب. في حوار وفي حكي حول المشاكل المعترضة لنشوف قديش فيها نحل منها. اليوم شو فيك تقلنا لما كثير عم ينحكى عن جدول أعمال، عن اجتماعات تمهيدية، عن لقاءات، عن مواعيد وعن أيمتى رح يتم وزمان ومكان انعقاد هذا اللقاء. اليوم الجنرال عون شو في يقول بعض العناوين أو التفاصيل؟ هلا العناوين كثيرة في حقوق المسيحيين بالحياة السياسية من قوانين قانون الانتخاب وهيدا أولها، وكمان في انتخابات الرئاسة وهيدا كمان الموقع الأول، وفي مواصفات للرئيس مش مين مكان بيقدر يعمل رئيس بلبنان، لأن كمان في حرمة لرئيس الجمهورية واللي بده يصلي لازم يمثل شيء ما بالبلد وبضمير الأمة اللبنانية، مش مين ما كان في يعملها. هيدي القصة بنحط نقاط كثيرة على الحروف حتى نعرف كيف نتصرف سوا تجاه المواضيع يلي هي منا ملك شخصي لا لإلي ولا لإله، ولكن بحكم معاطاتنا بالقضايا العامة بتوجب علينا يعني إنه ندافع عن هالقضايا اللي بنعتبرها حقوق للمسيحيين. بعدين طبعا في المواضيع الاخرى بتخصنا وبتخص المواطنين الاقاليم من اللبنانيين، كمان نحن بدنا نحفظ حقوقهم، مش ما يصير فيهم مثل ما صار فينا، حتى يضل التوازن والمشاركة بالبلد قائمة على مستوى الحكم. نعم، هل صحيح أنك اليوم بانتظار أجوبة على أسئلة محددة أرسلتها للدكتور جعجع؟ في أسئلة، كل الأسئلة محددة، منا أسئلة بالغيب يعني أو غامضة، وعم نتسألها مع بعضنا. مثلا مثل شو يعني؟ هلا شو بدنا بالتفصيل؟ قلت لك شو بدنا بالتفصيل؟ هالورقة يا بتطلع يا ما بتطلع بالآخر. إذا بتطلع بتطلع بكل شيء عملناه. وإذا ما بدش تطلع ما بتطلع، ولكن نحن نتأمل إنه تكون فيها إتقان وكل شيء واضح. يعني في هواجس معينة عم تتبادلوها من خلال أسئلة معينة لتبديد هذه الهواجس؟ لا، توضيح. توضيحات وليس هواجس. أنا شخصياً ماني خايف من حدا. ما بخيف من الدكتور سمير، مثل ما بيقولوا البعض بخيفوا من بعض، أنا ما بخيف. وبخيف حدا مني خايف. يخيف حدا مني لا يصير رد فعله منا مزبوط على اي حدا. ليش هو بخاف منك شيء؟ هلا ما بعرف، ما بعرف. انا بخاف ايا كان، مش الكلام موجه عنه، انه ايا كان واحد يخاف منك بدون سبب ممكن يخلق حدث، مش بالضرور مادي، حدث معنوي يوصل للنتيجه سيئة مش هي بتكون المبتغية. هل هن بالمقابل يعني هل بالمقابل دكتور جعجع بعت مع مستشاره مجموعة استفسارات أو توضيحات مثل ما أنت بعتت؟ عم نرجع على نفس السؤال. قل لك هولي ما بدي فوت بالتفصيل. يعني عم بحاول آخذ بعض بعض التفاصيل. ما رح تاخذ شيء، ما تضيع الوقت. هل تم تحديد زمان اللقاء؟ بعرف إنه في أسباب أمنية. لا تحوله. يمكن تم بكرة، يمكن بعد جمعة. في كثير شغل عم بشتغل، في كثير. يعني في فترة انه بالقريب العاجل فينا نقول. هلا عم نعمله بالقريب العاجل، صار كمان من نقص الماضي. هلا طالما في شغل وفي تفكير، بس مش عم نعمل نحن 700 متر، اعتبرها بخطوة الماراثون يعني. طبعا 42 كيلومتر. نعم. هيدي بدها نفس اطول وبدها ما بيركض الواحد بسرعه عليه فيها. هل كمان يعني انحسم مكان اللقاء انه بالرابيه؟ صار يعني مبتوت الامر ام ماذا؟ بعد ما حكينا بالموضوع.
لم يتم بحث المكان يعني لحد هلا. طيب جنرال، يعني ماذا لو لم يتم التوصل إلى اتفاق على هالأمور اللي كنت بحثوها؟ هل رح نرجع نشهد خلاف؟ هل رح نرجع نشهد تباعد؟ هل رح نرجع نشهد حرب سياسية بين الطرفين أم ماذا؟ كمان هذا موضوع بيتعلق باثنين، ما بيتعلق بواحد. أنا من جهتي لا، بتضل المعادلة التنافسية يعني مش العدائية. أها. وبتضل ضمن الخطاب السياسي اللي مقبول بكل بلاد العالم. نعم. طيب إذا بدي أختصر الصورة أو المشهد كالآتي، إنه عم نشوف إنه الكل عم بيجوا لعندك. الكل يأتي لكي يأخذ رأيك تحديدا بموضوع الرئاسة، وبالمقابل أنه حضرتك كرئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية والذي يحوز على التمثيل الأكثر عند المسيحيين، تعتبر أنه رئاسة الجمهورية حق مشروع لألك. طيب بهالإطار هيدا الدكتور جعجع على شو بده يحاور؟ يعني بالمقابل هو يعني 16 أو 17 مرة بجلسات الانتخاب لم يستطع أن يصل إلى موقع الرئاسي. طيب عن شو بده يحكي أو شو بده يحاور بالوقت اللي الصورة واضحة صارت والمشهد واضح؟ سألوا لا، من خلال تبادل الرسائل يعني عم نرجع نفس الحديث عن كل شيء. في جمهورية قبل الرئيس إذا بدك، وفي حقوق المسيحية قبل الرئيس. يعني هيدي بالدرجة الأولى ما بدك الموضوع الكبير وما يتفرع عن كل شغلة. شو هي الجمهورية اللي يعني فيك تصف لي إياها؟ شو مواصفات جمهوريتنا؟ هل فيها دستور؟ هل فيها قوانين؟ نعطي أمثلة منصيب الأشخاص كله. هل فيها محاسبة عامة؟ هل فيها موازنة؟ فيها قطع حساب مثل كل بلاد العالم؟ هل نعم. هل الإنفاق مضبوط جيداً؟ هل الواردات مضبوطة جيداً بالمحاسبة؟ اللي شو؟ هل حقوق الناس واصلة؟ هل الفساد عم يتحارب؟ يعني في ملفات وعناوين طويلة عريضة. كل هيكلية الدولة بدأ إعادة فحص. بدأ فحص. لأن في عندنا كم مرض كبير فيها، وشي 35 40 اشتراكات. بس ما يكون مويت يعني البلد يصير بهالحالة إذا في كل هالأمراض وهالاشتراكات. أنت يعني تستغرب إذا صار في انفجار بلبنان؟ أنا من يستغرب. بده عناية فائقة، يعني بده ينحط بغرفة العناية البلد. طبعا هذا الأساس. هلأتني قبل ما نفتكر بغير أشياء، نعم. ما نشوف الوضع البلد وهيكليته قديشة بعد فيها تحمل. احنا ما يصير في شيء انهيار مثل انهيارات البنيات العتيقة.